احنا ناس عمرنا ما خالفنا القانون يا سيادة الامين. صحيح يا واذا كانت حياة واخوها عملوا حاجة غلط لازم ياخدوا جزاءهم لازم. انا ممكن ارد على التليفون؟ ماجد بيه، انت بتكتب بمزاجك يا عدلي علام؟ ايه الهباب اللي انت بعتهولي ده؟ حد يكتب كده؟ ان الداخلية قاطرة الفساد والظلم والوحشية، حد يكتب كده؟ انت مجنون يا راجل؟ انت عايز تقفل الجرنان ولا ايه؟ انا ممكن احبسك بالمقال ده؟ يا ماجد بيه، ما احنا كتبنا مقالات قبل كده وكنا ماشيين في الاتجاه ده. ده انا كتبت حاجات اشد من كده وكانت بتعجبك. وعبد الله ما قالكش ان احنا لازم نهدي اللعب شوية؟ وحياة ربنا قلت له يا باشا. لا وايه؟ شغال طول المقال شتيمة وسفالة. انا لا اقبل ابدا ان الكلام ده يتنشر في الجرنان بتاعي يا استاذ عدلي، ولا اقبل ان اسمي يتحط عليه. لا وقفل قفله زي وشك. لا 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 لا، بسيطه يا ماجد بيه، تتحل. انت خلي المقاله زي ما هي وتكتب بقى قبل الجمله بتاعت الداخليه هي قاطره الفساد والوحشيه والظلم، تكتب يقولون ان، بس هي كلمه واحده، يقولون ان. ايوه. وفي اخر السطر بقى تكتب وهذا كذب وتضليل وافتراء، انه تضليل للرأي العام، فهم العين الساهرة وحراس الوطن. كويس كده؟ يا ابن اللذينة، حلوة حلوة بجد. يبقى كده احنا بنضرب وبنلاقي، ولا حدش يقدر يمسك علينا حاجة. الله الله عليك يا أستاذ عدلي، يا عبقري يا فيلسوف عصرك وأوانك. انما ايه الصوت اللي جنبك ده؟ انت بتتكلم منين؟ بالاسم. اصل العيون الساهرة وحراس الوطن خدوا مراتي واخو مراتي ومرات اخو مراتي ورميانهم في الحجز. انا مش عارف هم واخديني ليه بصراحة. اسم بلاء ابو العلا. بلاء ابو العلا، بس يا ريت بسرعة وحياتك، لان هنا شغالين على ودن يعني. لا 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 ما تقلقش يا استاذ عدلي، انا هكلملك وزير الداخلية شخصيا. بص يا ماجد بيه، لو ما اعترتش في وزير الداخلية او كان عنده اجتماع بالمرة اتكلم وزير الصحة، أنا عايز أخش المستشفى الفرنساوي.